في جانب آخر وفيما يخص اللاعب عبدو عطيف الذي أنهى قصته مع الشباب قبل يومين، كان معي أنصر كنجرين وسألته أثناء المداخلة أن لدي أنباء بأن اللاعب غدا سيوقع مع أحد الأندية أو سيجلس للتفاوض على الأقل مع أحد الأندية، نفى ترك المقرن هذا الخبر بالأمس. اليوم أؤكد لكم كما أكدت بالأمس أن اللاعب تواجد اليوم، الكابتن عبد العطيف تواجد حتى قبل ساعة تقريبا في منزل العضو الماسي للاتحاد عيد الجهني في مفاوضات جادة لضم اللاعب إلى الاتحاد. المفاوضات طبعا حصل فيها عرض وطلب، العرض المقدم للاتحادي لم يكن هو الطلب المقدم من اللاعب وتم الاختلاف في ذلك، ولكن نقطة الاختلاف الأخرى هو رفض اللاعب أن يخوض تجربة لمدة أو حتى نهاية هذا الموسم ومن ثم يتم التوقيع معه. تفاصيل أكثر على الهاتف، أرحب بموفد القناة الرياضية في جدة الزميل أحمد البهكلي. مساء الخير أحمد. يمسيك الله بالخير، وارحب بضيفين العزيزين الاستاذين علي القطان وصالح الصالح. اهلا وسهلا فيك احمد، ما هي اخر الاخبار لديك حول عبد عطيف والاجتماع الذي في منزل احد اعضاء شرف الاتحاد، هل هذا الخبر صحيح؟ الخبر صحيح، ويبدو لي ان الامور اقتربت من التوقيع بعد اجتماع مطول دام لاكثر من 3 ساعات في منزل العضو الماسي الاستاذ عيد الجهني بحضور اللاعب وحضور وكيل اعماله الاستاذ تركي، وانضم له مؤخرا حسب المعلومات الوارده رئيس النادي، وتم الاتفاق على اجراء كشف طبي غدا، وبعد انتهاء الكشف الطبي من المتوقع بنسبه كبيره سيتم التوقيع بعد الاتفاق الشبه النهائي فيما بين الجميع من الناحية المادية وعدم خوض التجربة، ولكن سيكون اللاعب اتحادي للفترة الحالية اللي هي فترة نهاية الدوري، وبعد كده سيتم التوقيع حسب الاتفاق إلى موسمين أو 3، أو كان في اتفاق مبدئي لهذه الفترة فقط، هذه حسب المعلومات التي وردت الرياضية. طيب يعني قصدك بأنه اللاعب وافق على أنه يكون نهاية الموسم كتجربة؟ نعم، يعني كتجربة منتهية بالعقد النهائي. أها طيب، عندنا خبر عن المبالغ اللي قدمت وما كان في اتفاق فيما بينهم، هل وصلت إلى معلومات حول هذه المبالغ، أو أنهم يعني هل اللاعب رضخ لي أو عفوا وافق على عرض الاتحاد، أم أن الاتحاد وافق على طلب اللاعب؟ الاتفاق كان في المنتصف، يعني اللاعب حسب المعلومات طلب 8 ملايين ريال للنادي، قدم 4 نصف المبلغ صعدت له 5، فتم التوصل فيما بين الطرفين الى 6، بيحصل على جزء كبير من المبلغ وبعد كذا باقي المبلغ على اكثر. نعم احمد، يعني نستطيع ان نؤكد الخبر بانه خلاص بكرة كشف طبي ثم يتم التوقيع، ولا لسه في بعض الأمور ربما تحدث؟ لغاية الآن تقريبا بنسبة كبيرة، ولكن في كشف طبي، والكشف الطبي حسب المعلومات بتأكد أنه الكابتن عبد العطيف جاهز وأبدأ استعداده وجاهزيته للكشف الطبي، ربما يحدث شيء، ولكن بنسبة 80-90% الأمور تكاد تكون منتهية، وعبد العطيف سيكون اتحادي ينضم ل زميل ابراهيم حزازي والمحترف الكنغولي اندوما الذي تم التوقيع معهم اليوم، وبكره حيكون مؤتمر صحفي مع اللاعبين الساعه 5:30 عصرا. طيب بخصوص اندوما اسالك، لان الخبر جانا قبل شوي قبل ما نطلع الهواء، انه امس كان في عندنا في البرنامج مداخلات وكان في تضارب للتقارير الطبيه، لديك معلومات عن قرار الاتحاد بخصوصها؟ يعني بتاخذ بتقرير او عرضتها على طبيب ثالث، او ماذا حدث؟ هل لديك معلومات؟ رئيس النادي اللي هو محمد بن داخل اصبح في حيره، رجل مجتهد، رجل يسعى لدعم صفوف فريقه استغلال الفتره الشتويه. فكان في حيره من امره بين انه يرفض او يوافق، رايين طبيبين كلاهما يكاد يكون يعني متفقين على انه الراي الطبي كان في مكانه. الدكتور خالد مرزوقي حسب ما تداخل مع القناه اكد بانه اللاعب بامكانه اللعب، ولكن طبيا غير سليم،
فرأى اللواء محمد بن داكر انضم اللاعب فترة الدوري باقي فيها فترة وجيزة، منها يكتشفوا ما إذا كان إمكانياته الفنية جيدة، بعد كذا ممكن يعمل إجراء العملية في فترة التوقف اللي هي فترة نهاية الموسم، ومن ثم يعود إلى الاتحاد. إذا كان لا كانت تجربة الفنية غير مجدية فممكن يتم إفتاح العقد. شكرا لك أحمد البهكلي موفد القناة الرياضية في جدة، شكرا على هذه الأخبار الأخيرة. عموما أحمد يؤكد بأن حسب مصادره اللاعب تم الاتفاق بينه وبين نادي الاتحاد، وبعد يعني جلسة مفاوضات طويلة تم الوصول إلى مبلغ يعني يرضي الطرفين، وأن اللاعب سيخضع لكشف طبي غدا ثم يتم التوقيع، هذا حسب آخر الأنباء لدينا. الزملاء الآن جالسين يتصلون الأستاذ تركي المقير وكيل أعمال اللاعب، يا ليت إذا كان يعني ممكن يأكد أن الخبر، أو على الأقل يعني أو أنه ينفي، أترك له الفرصة إذا كان إذا حب، ويا ليت يعني يعطينا المعلومة الأكيدة، لأنه في النهاية هذه كلها عبارة عن مصادر إحنا نثق فيها كثيرا، ولكن نبغى ناخذ الخبر من المصدر الحقيقي أو المصدر الأساسي. صالح عبد العطيف في الاتحاد، يمكن العنوان العريض لهذه الصفقة نعتقد أنها صفقة المجازفة لجميع الأطراف بلا استثناء. اولا المجازفه كانت برغبه الشباب في التخلي على عبده، هذه اعتقد انها مجازفه على اعتبار امكانيه نجاح اللاعب في نادي اخر. المجازفه الثانيه دفع عبده 4 مليون ريال مقابل يعني شراء الفتره المتبقيه من عقده، وهذه مجازفه كذلك. الان قبول الاتحاد للتعاقد مع عبد عطيف بدون النظر لاصابتين في رباطين مختلفين، انا اعتقد هذه مجازفه ثالثه. اجمالا ممكن نطلق على صفقه المجازفه ان صح التعبير، جمله مجازفات، وهي لا تختلف باي حال من الاحوال عن صفقه سعد الحارثي مع الهلال. محسوبه؟ لا، نعتقد انها مثل ما مجازفه لكل الاطراف، لا احد يعلم مدى نجاحها. بس نسبه المخاطره فيها عاليه يعني؟ لجميع الاطراف نعم، بس قد يكون الرابح الاكبر في هالموضوع عبد العطيف. بالرغم انه دفع 4 ملايين. صحيح، لكن في قضيه الان في حال انه العقد لسته اشهر فقط 3 مليون ريال وسياره ومنزل، انا اعتقد انه في نوع من البالانس او التوازن. هذه معلوماتك ما عندنا. نعم. سياره ومنزل. نعم. نعم. طيب، لانه المعلومات اللي عندنا فوق ال 4 ملايين. أتكلمك عن سته اشهر فقط. عن الفتره هذه. فتره سته اشهر 3 طيب. مليون. انه اللاعب كان علي صالح يقول انها مجازفه فيها نسبه مخاطره، تقدر تقول تتفق معه في الرأي بأنه في نسبة مخاطرة عالية من كل الأطراف؟ نعم، هي مخاطرة الأكثر من اللاعب. اللاعب دفع 4 ملايين ريال ولا يعني لحد الآن لم يتفق بشكل نهائي مع أي نادي فشان يعني على الأقل تعويض مبلغ الأربع مليون اللي دفعه لنادي الشباب. فهذه المجازفة الأولى من اللاعب. المجازفة الثانية من نادي الاتحاد اللي راح يدفع مثلا مبلغ كبير 5 أو 4 مليون على لاعب ممكن في مباراتين ترجع لإصابة الرباط وبعدها يعني تكون انتقالات كبيرة على إدارة النادي بهذه الصفقة. لكن المجازفة الثالثة خلنا نكملها مع الأستاذ صالح في عدد المجازفات لنادي الشباب أيضا اللي قد لا يجد يعني اللاعب الانسب لي يعني قناع الشبابيين بالاستغناء عن هذا اللاعب اللي كان من ابرز النجوم المنتخب السعودي الى فتره جدا قريبه. لكنه صالح اللاعب يعني معروف، امكانياته معروفه، والاصابه تاتي دائما لكثير من اللاعبين يرجعون بعدها يعني. فألا يقلل هذا نسبه المخاطره؟ يمكن شوف الجزئية ثقة اللاعب بإمكاناته واستعداده لإجراء كشف طبي في أي مستشفى في المملكة هذا جيدة، ولا أعتقد أن في لاعب في العالم راح يقول مثلا غير هالكلام. لكن طبعا لي أفترض أنه في حال بداية اللاعب مع الفريق مباشرة عادت الإصابة، احتفال رباط صليبي يعني ليس من السهل التعافي منها بسهولة. أضف إلى ذلك أن عبده على مدى 6 أشهر الماضية لم يشارك في مواجهة رسمية بشكل كامل مع فريقه، بعيدا عن خلافاته مع الاداره، لكن هذا يعطي مؤشر انه ما في جاهزيه كامله. وهذا ما يؤكد انه لكن في لاعبين صالح اللي هم الموهوبين هذول تشعر بانه ممكن مهما غاب عن كره القدم، اتكلم عن الموهوب مش اللاعب المؤدي، في فرق بين اللاعب المؤدي ممكن تفرق معاه المباريات، بس اللاعب الموهوب يعني يرجع بسرعه. طب كان عندنا لاعب موهوب ونواف التمياط اصابتين في مختلفتين في اليمين وفي اليسار برباط صليبي وكانت نهايتها سريعه جدا رغم رغبه اللاعب في العوده، لكن في الاخير هي اصابه، واصابه بليغه جدا حتى وان حاول وضغط على نفسه، لكن في الاخير هذه نهايه طبيعيه للاعب الموهوب.
عموما اتمنى لا يكون طبعا عبد العطيف سيناريو اخر نواف التمياط فيما يخص النهايه السريعه. نحتاج كثير مثل هاللاعبين في المنتخب اتكلم للامانه، لان اللاعب لاعب موهوب قد يكون على مستوى الكره السعوديه لا يتجاوزون الاصابع على اليد الواحده.